الحمد لله رب العالمين، وضم الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الفاضلة 51 بعد 100 الأولى، 51 بعد 100 الأولى. قال عنوانها بين الذئب والشاة. طبعا هذا كتاب هكذا على متن الحياة لأستاذنا الدكتور مصطفى السباعي عليهم الله شأبيه ورحمة ورضوانه. بين الذئب والشاة، بعض الكلام الحلو هذا اللي هو يبدو بسيطة لكنه يدخل في عمق السياسة. الشيخ الله فاتح له يحمل هم الأمة دائما، يعني كيف بدي أعبر لك، يتألم من هؤلاء الذين يسوقون الأمة إلى الضياع. قال الذئب للشاة، العنوان بين الذئب والشاة، قال الذئب للشاة: ثقي بي فسأقودك إلى مرتع خصب. أنت اسمعي مني نصيحتي، وأنا أقودك لوي على أرض فيها خضار وفيها حشيش وبتنعزي وبتنسري وبتنبسطي وشمس وكذا. ثقي بي فسأقودك إلى مرتع خصب. فقالت الشاة: إني أرى بعينيك عظام زميلاتي. أنا شايفة بعينها يعني مطبوعة صورة عظام رفقاتي اللي انت اكلتهم. قال الذئب: لم اكلها انا، وانما اكلها ذئب غيري. قالت الشاة: وهل انسلخت من طبيعتك حتى لا تفعل ما فعل؟ يعني اليوم خلينا نقول هذا الكلام بين امريكا وبيننا نحن. اليوم نحن اشبه بشاة وامريكا هي هذا الذئب. اليوم يأتون إلى الأكراد يقولون: ثقوا بنا. باب فيه ولله الحمد. مول أكراد بدون حسابة الأكراد، يعني عملاء بنا، يقولون ثقوا بنا. يأتون إلى السوريين يقولون ثقوا بنا، بأيدوا الثورة السورية، لأن كذابين لا يؤيدونها. يؤيدونها، يدينون حفتر في ليبيا، لكن هم الذين يمدون معه جنسية، اسحبوا من الجنسية، حولوه على محكمة لاهاي، حول بشار الأسد إلى محكمة لاهاي. لا، فهم الذئب الآن. طيب، لو قلنا لهم أنتم كلكم الغربة البعضكم البعض، لو قلنا لهم مثل ما قالت الشاة: إني أرى في أعينكم عظام إخواننا بريطانيا التي اجتاحت مصر في بداية القرن 20 واجتاحت فلسطين، وهي التي أقامت دولة إسرائيل وكل هالمصائب، وإيطاليا التي أخذت ليبيا في يوم من الأيام وكان جيشها يغني: أما أتمي صلاتك ولا تبكي، أنا ذاهب إلى طرابلس لأسحق الأمة الملعونة، ليحارب القوات القرآن بكل قوة أو ليمحو القرآن بكل قوة، وإن سألك أخي فقولي إني مت من أجل هذا الهدف. هكذا كان يغني الجيش الإيطالي. فرنسا اللي دخل غور قائد القوات الفرنسية وصل إلى قبر صلاح الدين وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. من الذين أخرجهم صلاح الدين؟ الصليبيون. إذا من الذين عادوا ويقول غور ها قد عدنا ويقف على قبر صلاح الدين؟ الصليبيون. فرنسا أخذت لبنان وجعلت الحكم فيها طائفيا وجعلت أهل السنة أقلية، أخذت المغرب العربي، أخذت تونس، أخذت الجزائر بلد المليون شهيد، أخذت سوريا، وهكذا بريطانيا أخذت أيضا الأردن، وهكذا توسعوا العالم الإسلامي. الآن ورثتهم من؟ أمريكا. فقال الذئب للشاة: ثقي بي فسأقودك إلى مرتع خصم. كل الذين وثقوا بأمريكا أضاعتهم وأذلتهم. فقالت الشاة: إني أرى بعينيك عظام زميلاتي. التاريخ طويل، هذه طبيعة في الغادر. قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب على الموقف أمام الناس جميعا. شلون حافظ القرآن؟ ينصب ويعلن أنه حافظ من كتاب الله عندما يوضع على يعني سيغى إليه الناس ضوء أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. كذلك الغادر بالعكس، هذا مدح وهناك قدح. ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة مكتوب عليه: هذه غدرة فلان. ف
قالت الشاة إني أرى بعينيك عظام ذميلات. قال الذئب لم أكلها، أنا ما أكلها. إنما أكلها ذئب غيري. قالت الشاة وهل سرحت من طبيعتك؟ هل تغير الغرب؟ هل تغير تفكيره؟ هل تغير موقفه منا؟ انتبهنا، كانوا يطلعوا بالثورة بالمظاهرات وينادوا أمريكا. يا جماعة من الذي ينادي أمريكا؟ ما أمريكا التي أقامت قضية الشاة، أقامت والده وأقامته وأقامت غيره للدفاع عن ما يسمى بإسرائيل. من الذي يستنجد بأمريكا؟ كالمستجير من الرمضاء بالنار. يعني امبارح ترامب ماذا يقول؟ يهدد تركيا إذا تدخلت في شمال سوريا لحماية نفسها، هي لها يعني هذه أرض عثمانية، يعني نحن كلنا دولة واحدة كنا قبل 100 سنة. انتبهنا، يهددها بأنه سيدمر الاقتصاد التركي. طيب أليس هذا هو الذئب الجديد؟ لكن أنا أقول نهاية أمريكا على يد ترامب إن شاء الله تعالى. يعني هذا ما أراه، يعني هذا الرجل سينهي بلده بسبب غبائه، ولذلك يريدون إقالته، ليس فقط خلافا حزبيا، لكن الرجل نعم. وبينظرون إلينا واحد، يعني بالنسبة لهم العرب والمسلمون الأتراك والعرب والعجم كلهم واحد، كله لا يسمعون بأي نهضة في أي بلد إسلامي. قالت الشاة وهل انصرفت من طبيعتك حتى لا تفعل ما فعلوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.